بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيس صدحات كمدة من رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وحينودن بعشر حديث كي سعد ابن أبي وقاص قصدي سكوصة بسنة وحينودن بيه حديث كان مركز دور مسألة كجرتا أنه أنت المامين بوقت قد ماضي مسألة كوبات قبرنا ولا يريثني لبنة لي ولي هاي صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه وذادوه حيكو شيئا عائشة إلا يرى ما قع هذا عائشة مركا عائشة قبر دم بيسي أهيد وحلقة كدب نالاتي عائشة بنت سعد ابن بكر ابن وقاص الزهري تابعيات عمرضي او واقد دم بإمام مالك وسوء قاري او كوري اي اهيد قبر داسنا معها صوابكونا وقبر ليلة ام الحكم الكبرى وكعرتي سعد قبر داس اي اهيد وحان قبر اي مرد حليسان وحكوض امامكو حق اهل فردك اهل فردك عصبوا لها ولالوا لها المأذيربوا لها اذي الريال باتشوغي مركا وحوشي دا ورس اهل فردك نصيبك مقدرك دحل اي وكوضا تاسمرك مسألة سيدا هاهات إن شاء الله تعالى تدنبير رعدا إنك انتظر يا إنك أنتظر لبضا بوال أخريا إنت إن لوصدق ألفك أم همزدا يا إن لكرد برا لبضا بوايجران سيدا اللوب بذانينا وإن لكرد بر إنك أنتظر الليداث أنتظر ومرك أنت دي جرتين أيضا فعل كدن بيا ومزدر بالو أولها يا أن يصل هذا وبتأويل مصدرنا ديجتين وهي خبر كنا خير تاوي ومرك في محل ابتداء رفع بيتشوك في محل رفع ابتداء بيتشوكته خبر كنا خير بون غنية هدي لكن إن لا يدي هذا هو شرطيدي وهي خير مرك جواب كي بون غنوة وحققوا فأدي بقى كجوان فهو خير أما فهو خير أما فخير بمرك نغنى القرآن كنا بيكتب ماذا إن ترك خيرا الوصية أي فالوصية أي مركز أو كلي نقنيس. مسألة ذي الرعدة وحوي صدحات. الإمام الخطابي حديث كان حود للشداء حود للشداء إن يسمى بنانين روح مسلم كهدو ملكو جريودو إن بلدكو كل إن تي بلد أنك أهين الله رمى بنانو إلى هذا. حديث كان حود للشداء. جماعة من هالعلم وأنا قطاعرس كل جينا معها لكن استنباط كحديث كوكلاسو بحيب واسقو وهو الرئيس سدا أن كل يكور قبر. وحوجي ذا ما دام صحابه سعد ابن خولة وحاجة الوضع كبيرد مكة مهاجر نوعها نك مهاجر كان أن لا أقلين إنه سيجوجو بلد كهجر ذي نبغون وكحن صدي سعد ابن خولة إنه كل أنت مكة ولكن البائس سعد ابن خولة وإنه مرة عدد قدام بي وحولي إمامك هضيب برنانته هاي روح ميلو كودنتي انتي لغا قاده ان ميلكا لغو حباله اي بنانتهي سعد ابن خولة النبي كقاده لها مكة وكو حبالي لها مدينو ما داما ان مهاجر كاللوغو قلين انو كودنتو لغونو دوغا ميشو كيجرو دي ان لغو قلين مركال قاسسو قدليش ده نقل الميت من بلد الى بلد ما بنانو الى ده دي بنانتهي النبي قهري لها سعد ابن خولة وحنا أُجِي إذا مركب بلد كروح وكل إنتنا أم مسلم يهاي دار إسلام كلار رين أوي هاي دار إسلام هدي سأد بلد قال كل ما تو إن لغو روب بلد إسلام لغو روا واجب باتفاق المسلمين هدي لا أو ذوي طيان لغو خل دمي لا يجوز ترك نقل الميت من بلد إلى بلد وحلقه وذا مركب دارته هاي دار إسلام تهاي مقالة إسلام بعد كل ما تي هذا لغو وحب عليه مقالة ذيك اللي قرابة هذه أهل كذا كبضنا لغور الرم هاي مسلمين تبلد كدمه وأهل كذي أيها كقول تكان كقول صلاة دي أيك حبالي هذا هو دي الله بأنك سوي زيارا كود عيني لكن هذا دار كفر وحرب أت كل ما تو أهل كنا أيك قاضي كرا إن لغو قاضو ودارتها كفر قال لقى قاضو ودار إسلامي بلد سنة ولا رأس داي وواجب باتفاق علماء المسلمين مركا خلاف كتير ومركا انتبرنا قال أن لهينين انت إن أدفعنت أنه وضروري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن
ابن صخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي سبحانه وتعالى ينظر ما إيغي المسلمين إلى أجسامكم تركين يمرقهن يحوقين ولا إلى صوركم مقالكين يقابك ربي دين أبو ري وفي رواية وأموالكم يهنتدين شرك هذا يحوق هذا يمرق هذا قابل اسميتك شرك هذا صورة قرح سنة ربك سي أما تنقرح سنة ينبع إلهي من إيغي ماي وأموالكم يحولهن ما إيغي في رواية عند مسلم ولكن ينظر إلهي وحوق إلى قلوبكم لا به نوح كجر قلبين ووضنها اللو تشيدو يا وأعمالكم عملكين إلهي لبضى سوء اعتباريا وحنا كل ساوي شنا إيا النار با أبا المرين يا أبا اللعام با تاصل كل سي أما مقال كذا إيو فلوين كذا قروح هذا قروح در هذا حول هذا هنتي هذا معنا بضى الملها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون آيات دورت صومرتين بلمتهاي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم تاهم بلمتهاي إذن حالي وحوح القدس هيا عملك يا قلبك نظرك هذا الشيء لا ينظر ولكن ينظر لبن نظر بالله إذن شيء وحن أكتي إله سبحانه وتعالى وحو البو مخلوقاتك إلهي وارك وحك قرصون مجر سيدامتهاي مركب محال لولي هاي شرك هذا إيه مالك هذا إيه موقالك هذا إلهي من إيه ما هي وحلو جدا نظر رحمة ومحبة نظر رحمة ومحبة إلنا حريسيت أما كالقع الله إلهي كم إيه إيه موقال إيه شر إيه مال من نبا إلنا حريسيت إيه كالقع على ربي حكو إيه عمل كذا هدو سنية هاي إيه قلب كذا هدو إيمان كتشر معنا سألو جدا لأن محاسال لوير إلهي مخلوقاتك واكدو مي هاي آدمه إشهدو وحير رعضا صورة الروحة قابل اسميت كسا تشركة مقال كيسة قروح درية وقروح بندبة آدمه وحاسو حكو قيميا مال كيسي حولها فربضان آدمه مخلوقات محاد كتاقا أنه كور كاكور إن لغو كتسومه إلهي هوش وحكم ميزامة وحكم ميزامة إيمانك قلب كذا كتشرة هي عملك كاسو فولية ثمانيس وحال هرمري إلى قلوبكم قلبي قال لهرمري محل هرمري قلبي قلبي هو وماشي وحكي ما دار ومطورك عملك وكي ما دار وإذا أنت هذا كو هاللين هل كانت كفك ريسا هب الأرقى مطر هذا مكد ديسا وحا مصم ديسا مد ديسا ماشي أدوانك كتجاري وهالك فالك كاسو فلي أما قول أها أما رقن أها أما وحكو قيمي سو كإيمان أيا ماشي كاسو فلي ماشو كسوفلي ساس الله المري إلى قلوبكم وأعمالكم قلبك حن محاكي مادة عمل حن باك إيمانية قلبك ونكسنا محاكي إيمانية عمل حن باك إيمانية إذن هو شاس وين أدلس كجا إلى ليه أن وكثوم موقال قلبك ونكسنا عمل ونكسنا باك صوبحي قلبك حن عمل حن باك صوبحي مركو وين وكثوم موقال قروح سن أو قلب يسوع أفيسين أي سماله وحي قنوع دين ميل دشيل لمرت دايو بوقت وين لد الله إيو كركا كرادة ونقولي قصب بيسو هذا منافق وحاسكاك أقل دمي إيو مؤمن كحاسكاك أقل دمي محل شايد كوام حي إخلاص كي بوليد دبتنا يا شيخ قلب قال هذا دو وناجس أني وناجسن يا إيمان يا يقين يا توكل يا الله كحدنا شو يا الله كعبس وكشرو وحكاسو فلينا وناجيا خير بنقنا ياو وحماشة كآكبة إن قلبك كوها جاجو حبين كروان إنك سؤال لي أحماشون يين أفرق يبود يا أي شيء كرا سوى ببسيني وقت غير وان إن دهين هاي نية وناكسن هي عمل وناكسن نية حون هي عمل حون إسراع هذاك باشا هاي سقبسته قصد وناكسن هي عمل حن مع كحجة وكي أفراده عمل وناكسن هي قصد حن ردي إزدامري مين ساهين أفرتاس خير ما مراد كم من هي تحق النية هي قصد كم كلا فيري ما مراد كم من هي كم مباحاتك
مركة حق الثوابك أول مرنت يقصد كله في ريم حيوق بسمه هي أي شعيب صاد حيه وحي الله يسفري يكيل الله يسكر ربي يمد بنان إن لقت تجي إن لي ما دبي بنان تاه كله يسك الله يسأمري محو بانيا نيو بانيا سو مت كله يسكر ربينا هذا على درت وقتك أجر بالعاصي هنا شيء بنانا بيه العبا يهرددنا يعنطى العكس هاي نيدا لقاك أجر سنة بارك الله فيكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحال لو يدي سائلك نبي قال سؤاشا ويدي أحاديثك لا عدي رواتك كلا وان صحابي الأورنجري لاحق ابن ضميرة الباهلي أيا الأورنجري صحابي سؤاشا اسكالي النبي قال سؤاشا قيمة أبدا ويدي عن الرجل نمبا صوبانها لو يدي يقاتل دغالمي شجاعة كيس نم ديرانا وسكاكاد شبه دغالمي يابا ويقاتل نين دغالمي بقى لو يدي حول كيس حمية فعل يقبل نمو دغالمي سي ريب المانتا كوكو ما غير يو سي هبل ادو كوت كو لا كرا ايوبا كدمانيا حمية فعل يو يان اكتر الله صومرين ويقاتل مثل دحد نبي الله وحو دغالما ريان هلو مقلو هلو اركو ان بلا قبط هاي اي ذلك في سبيل الله صدح ان النبي الله متكيبا جدك الهي كو دغالمي ورجل يقاتل شجاعة رواية كلا عديسة هل ليده هو جيس بو دغالمي شجاعة بمعنى ليرى شجاعته الا اركو جيس نمديس انو جيس هي هل يي اون كنت اوغل لحنين كوني يكو اسكم مد ايهين بنانك لغا مرو ليه مدك لباد يقاتل حمية اي انفة انفة هو معي يعني هو قبنم فعله ما انو هبل اهوي سنكرا في هبل يسن مغن هبل بانتل الربح اسكا امصي مقع عاصو الى شنية مقع انفة هنا حمية هو مقع الاشي مقع يميقان يقبنم يوحاصو دفاعية او دغالمية ويكالدوين شجاعته إيو حميض وكل دوني ويقاتل مثل دحان الرياء هل هو أركو رياء وحي وير أنا سمع الليل هذا وحي فل أنا الرياء بالليل هذا وحي إيش ال إيش ال وقبة الرياء بالليل هذا وحي دق لقى مغلنا سمع الليل هذا أي ذلك صدح ذا إن متكوذ كوذبة في سبيل الله إله درتيا نبي قاعد مركزية هبل با هبل با هبل او با نفا فاين فربدا نبي جوامع الكلم كلم بلس وير اورورسن او معنى بلارن وير اورورسن او غدا بلارن فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نبي وحجيدي من قاتل نك او دغالما لتكون ان نقطه كلمه الله اي الاسلام كلمه الله كلمه الله وحا لوغا عبري اسلام كو حكم مقدو كو ظاهري بالكلمه اسلام حكم باللوضا اسلام حكب اللوضاء الهي وملك وحيوده ملكنا وحي وقاده وجيه اضون نبي الهي الدراي ورد هذا البكب اللوضاء دين اسلام كبلا وطاب صادرت تدبا دمانت ما دام خطاب الله كلام الله يكون تعلق يسوع حال يدي كلمه الله واسلام كبار لغوضا من قاتل انك ودغا لما لتكون ان نقط كلمه الله الهي ويديسي دين كيسي حكم كيسي هي العليا مدة الرئيسة إن ينقطه فهو أنك أسا في سبيل الله جدك إله يقول الله يو لك أجر سينية متفق عليه حديث كاسي والله سكوا فقوي إذن مربها داد أدقى الله يسو إله الدين كيسي إنه كور نقضه أما جيس النقو أما فلين النقو أما فعل أما نين فعل كفي عن نقو وحاويان انت ساكو كفلان قصتك كوبد وحال ربام اذا جهادك او قيم بدن اعماش بعد التوحيد مكو فرض عين هي اردو فرض كفايه انا صلاه داك هوريس هذا هو مجاهد صلاه انا تكدن ادين كو غاري ما جرو مرك لبا شي لسبر بدغ دوني با لو فيرنيا اذا عملك او خير بدنا بعد التوحيد وجهادها هدي له درت اولت ما دنا اجر باد كهلي هدي دنا كلا اد كا ودوتو هل يراد هبل وا جيسي هبل ونين في علا بضون ونينك مغان قلعان لتابنين هبل نينك اللاعة نينك شان سارة طوان بو سارة هيا نينك إلك إلك لصو بحال لبضو وكالسو بودة هيا ورك هلقو يلا هذا هذا ضد قال الدين يا هلقو مبقلو وحاوه يبتكو خساريس
بل روح أقوه الرياء آخر لعذاب نقنيسا صدق أقوه الرئيسي نار النبي والقوه باللابية والدقسي يقاري مجاهد وإني يدك حماتي وإني يدك حماتي وضنا كلفري هل إسكو أقعد وهدي مركو رقصت كادو يا إلهي درتنا ضد قالانتو والكتاب إلهي كوريش والدين كادير جلسو ضنا كلام هوس تايك أجر راعان وطبع دبملا هذا قال الله إذا إلهي الدين كسون التريه كتابك الرب يقدونك حكمه مسلمين تأضم إله أي نقضان بوضع الله ميسا وحاكلوا كور رعسا غنيما أتوهش ماشان صبي قبل الله إيه لا يأضم حيوان أتكسوهش تاسوا لقود دي ماهي قرآن كاشيغي نبي محمد يسحاب دي سبا يوم بدر وحيو بحين كفار وقريش أذهي أورتي دي قاديد كيدا أتكسو غنيميستا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم سمد دي ديسو محي أبحى يمر قول الله كالنبي محمد السحابة ديسو إنا قال النافيان إلهي الدين كيسن أقرقاران حقنا حرانا ماشا كالسهلان سمد دي ديان حتى إلهي وكيري ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إيه وحاضر أمركم رقصتك وناج هو أن دوال لقرصدا ضمب مهمة لو قرصدا لكن حسابه كان يكون رعان بالغيابة وطم السماء دحان كعر دحال كعر بلو قرصابي دين صومالي دحان كعر إيوه يا دحال كعر حسابه كان لسو مجرى وانا دان الشيقي وحال رب مركور ان يده هرته هكاتش ان يده واناتشي وهنقوط عمل كان وعمل عروس نفبا كبحي والغن نافا رقبا سليسان إلهي درتي أجرات كهشت دانها كلام مركز ربي وجهه ضح دقيه وناق أنا وتلك ومن فضل الله أو بشر المؤمن وحلو جديد ماي أنت على إسكسر أنت أم بالربا كليه وعاني بكرة النفع من حادث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان لبض مسلم هديس كله ريمادان بسيفيهما إذا التقى المسلمان لبض مسلم هديس كله ريمادان هديس كله كل ما بالسيفيهما لبا هبا لغا ولا سيفت واس كمثالو لبا ورن لبا فلاد لبا اكي لبا سيفوت يعني هبكي وخ لغو ديلهاين با لغا ود فالقاتل كي وخ ديله غانتا جيستاي يا والمقتول كي لدلي لبدوا في النار النار بي غليا بمعنى نار بي متان نار بي متان قلت وحاري هذا ابو بكر يا رسول الله رسول الله يو هذا القاتل كي وخ ديلي وركيس وعد هوي هذا القاتل حكم واضح امره واضح حكمه معلوم يا معنا ماشي كوغو جرت نينكا واحد ديلي هذا هو دمبيله ومجرم وقعن كو ديقله لقري انه نار متو ونفو حكوده كغوي حق دره كدلي فما بال المقتول اي فما حال المقتول كي لدلي حكم كي سمحو يا سوق نار كو النبي الله سؤال مهمة نار كو متى النبي محمد عليه الصلاه والسلام انه كان حريصا على قتل صاحبه انه نينكا لدلي كان حريصا مت كد ذا البضنبا وكد ذا له على قتل صاحبي أسوي إنه صاحب كدله دعنتم بالقوله الرئي رقدوا الدقى الله مت بلي متوا رعاني نوا قول در رئيس ما طيب سما دعنتم بالقوله الرئي مويني أسوقوا بهدون كان هيد كهلو ما بتبادية ما بريئة هدي مرك لقاله رم مره هدي هذا وقت كذو قلي إذن إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذن حديث كاني جمهور أهل العلم وحكو حنبارين ويوار كانوا يهي وعام مخصوص لبدا المسلم لقاها الله أيه ولبدا المسلم الدنيا اسكود لي أيون تأويل يقيل شرع آن هاي سنين سمالي ذا قد قال لانت بلاش كو أوكالي كو وحان جري اسكو الله يوكالي الدنيا آن قيل لهاي دقن كريبل با اسكالي بوكولي بيركو مالها guru ogoma dhisno wal waaba geelood daaqi jiray habeen haddii xayn ku soo diisana madax ku qaadahaya war maxaad ugu dish geedkan soo dhankayrka ama garaska ama geedkan Soomaalida sumadana ma ku taalle mid daawayt waxa ku saabsan yahay inda jumraal ilmi waa laba muslimo is dishay adduunyada isku dishay ayadoo mid koodna uusan haysanin qiil sharci ah wuxuu la oran karo cudur daar sharci weey ma haysto
كاس الله جدا عند جمهور العلم. أما أبو بكر النفعي بن الحارث الصوغ والصحابي حديث كوريئة وحكو حنباري جري دل والبو مسلمين أحمر قصة الحديث كنو حكو شيئا وذات لرجع أحنا في مقيس وننتابع قيمة بضانها أي قيس كوكرة شرم بوند سوك حي وحور ربئين ودقال كي سيدنا علي إي سيدنا معاوية أحمر إي إنو سيدنا علي أهلي دون يو علي بافرين أصوى قرار دنبالو إلى أحنا فو وقاس باتهاي رير بلانا واتقدر تور أخنع 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 إيسو كحيبو وقاس باتهاي وقال إقرب إستاك عقبان قولة هاي هاو شو بحقق قرار تأسو رير كور دنبو وضا يو أبو بكر الله كلمي أبو بكر نفسي حديثنا كنت الأخرين توجي بوري وحا نحيا لسيدنا علي يا معاوية ومسلمين اسكوا أفوبي هكا قيب قادني أحمد قيس وارق مدي خير كنا واعلي ومسؤول واسكوا وها دب مسألة أفيري واجد موركي أبو بكر وكتري حط عاري سيدنا علي دغاليس رمب وكا قيب قات أسيء وقيس كسنن كمهري واجد حوار كيف رأيك يفهم أبو بكر إن لجس حي هاي هدي الله مسلم إسقبتان ومتكود قر لي هاي من قر دراني وحواج مسلمين تقوى إني قرب سيان متك لقى قر دراني هاي قرب سيان متك قر درنا أي قبتان سهدان لين أدون إسنان ما يدين نشري ميسو حديث كان آيات كلا فسرتي وإن طائفة تاني من سورة الحجرات كآخرية انصر أخاك ظالما أو مظلوما هدو ظالم يا قعان تاتقبان هدي لقى قر دراني هاي واضو هيلين كي ظالم كا غعنتو لقبتي وحي اوت هي هيلو يا غرب استاغي هذين مسلمين فوديس غليان بهلا داودو اولوس كا لو غونو هلا داود هوش ما هوش وحا ويه كي غردرن هل لقبتو وحق نو غلي ان ان قبنا حقه حدين صومالي طول مخو طولو ياي هم نين غومون هي غرشدي يا نين غردرن قبشدي بيد ننقوم يعني باهن أو دبان أو مسكينة هاو لكو تاغن تاي إن لقرتو وحلا ترى طلو إياي كي قردرنا إن يعلي يا الله قبتو هدينا المرك إسقابانين إن محان مسلمون هاي مسلمين مسعون يسوشا إذن حديث كان حوخو سيئا لبضا مسلم إيمت قردرن إيو إيا كلا قردين لكلا قرنين واتكاقي إستاقي كقيب قادن ويس إلا أو حقو كوا عدادو لأنه آخرها دي اللي قوي دي أول اللي قوي هبل محاكو تاقرتي كان ناعد كود دي شي كان ناقوه لسي وحاديه اسكو قيس بان هاي كان ناقلتبوها كان ناسجوها ماديه محاصمي إيه شيئا بل إيه شيئا يدوك وحاد ربائنا إنه قطهوش وكان نا إلهي وكانوان في ريو قربوا لها كان ناوها قردرها وهل قوي عدر داري أما أجر بالغاسين لآخره والإسوي دين هاي هاي معناها ساميشة كتيرة مسلمين تأهل العدل بغادو بغادا لقوان أهل العدل الله هيرين ظالمك مظلومك مظلومك الله هيرين ظالمك لقوان حديثك وحو خصية عند جمهورها العلم عند الاشتباه والإشكال هاوشو مكي كامل ركتو وما لا يكو عدان ويدو وحال ليدا هاي السلامة لا يعادلها شيء بتقبض إن دم بكنا بتقشوا واحد يقوم بتشروا لكن مركي يكون عضه يوضيقه وأنا طب تكون عضه معناه سو حديثك قال الله يا وحبا نقصي مشغول معي وهاي خصي كليه مقتولك الذي أسمح حكم نار قلي نبغى ينوش شيء إنه كان حريصا على قتل صاحبه دلال لو كتب حي إنه صاحبك أسوق بدله إنه دلنا النية كاهيد عملك إنه حب كليم وواسق إسكدين لبن إنه سيفس كله هريمت نمل بواشق يسوم عمل بليم نم والبوح إسكت داي إنه لا إن كان دله نيو يوحى إسرائيل هي عمل أظن بعمله قادي قالوا هذا حبة كوجوريس مركل لما أرنا يروحون على الوعد هذا يعني يدي سبسة وليم النيو هي حرص هي بعض العمل التقى بقدس التقى بسيفيهما حبة وأنا اللي سأنا والله استاذي بقى كأجل دكتي سمعنا وضع شقين إذا ما وضع شقيني إذا ما معناه إنك وحلو نار وكون نرجع لها يا نية بس ما نية وحسكو درس ذي عمل إياه هول بسكو دري طيب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل
ninka salaadiisu fii jamaacatin wada jir uu ku tukado iday uu jamaaca la tukado wa aqalu jamaacatina waa ithnaan cinda bacdi ahlilcilm wa cinda aljumhuur cinda bacdi almaalikiya waalxanafiyina waxay dhaheen maya waa thalaaha dhib ma laha salaatu rajul ninku ruuxu ku tukada fii jamaacatin jamaaca gudaheed taziidu waxay dheertay calaa salaatihi salaadiisi uu ku tukaday fii suuqii suuqu iyo dukaankiisa wa beyti iyo gurigiisi uu ku tukaday bidcan dhowr iyo wa cishriina darajatan labaatan iyo dhowr darajo isdheeriyeen wey salaadii aad keligaa tukatay id guriga ku tukatay iyo taad jamaaciya masaajid la soo aaday labaatan iyo dhowr darajo isdheeriyeen labaatan iyo toddobaana ugu badan inta ay saxeenka ku timid wadaalika say labaatan iyo toddobadaa darajo ku imanaysaa wadaalika arrinkaas waxaa weeye anna axadahum midkood muslimiinta idaa tawadaa hadduu weyse qaato oo fa axsana alwudua weysada uu wanaajiyo sida sharcigu sheegay u weyse qaato uma ata almasjida masaajidka uu yimaado laa yuriidu asagoon doonayni ila salaa waxaan salaad ka ahayn ma doonayo dan kale ma laha ikhlaaskiiba meesha imaamku rabaa inuu kugu tuso laa yanhazuhu ma soo kicinin ma soo hinginin ila salaat waxaan salaad ka ahay wuxuu u soo kacay u soo dharqa xidhay u soo weysaystay waxaa weeye masjidka aad tagtid jamacan aad ku soo tukatid ka warrama haddaan masjidka u soo aaday jamacana aad soo tukatid wadaad meelaha xoguu shilima babixiyana ili xorow iska miskiinan ahaye intuu ku arko ama wax kuu taagaa maxaad ka leedihin salaadaas ajirkii mahela haya khayr waad fiican tihiin ajirkaas diyaar baa u tihiin uma ata almasjida laa yuriidu ila salaa laa yanhazuhu usoo soo hinginayni oon soo kici ila salaa lam yakhtur ruuxa asagaa ma tallaabsado khudwatan hal tillaabo ilaa rufica lahu biha daraja halkii tallaabo usoo qaada masaajidka daraja waa lagu dallacsiinaya waa maxay meesha camalkaadu joogayo daraja buu gaado kor baa loo qaadaya ilaa rufica waxaa loo koryeelay lahu lirajuli biha ay bisabab alkhudwati tillaabadii darajatun dallacsiin wuxuta waxaa laga dejin canhu can irajuli biha bisabab alkhudwa tilaabadii sababkeeda waxaa laga dhimahayaa khaati'atun qof kuu qoraa baa lagaa goynaya maynaysa balaas baa kuu bilaaban waya tilaabadii dembigina waa la goyn xasanaadkina waa la kordhinaya da wax ka fiican miyaa jira xataa yadkhul almasjida ilaa uu masaajidka ka soo galo saasay hawshu ku socon saa darteed ba waxaa la yidhi ninka masaajidka soo aada tartiib ha socdo ha ordin laanna meesha laba boqol oo tallaabo kuu noqon lahayd haddaad la xaadsatood orodda waxay ku urursan boqol tallaabo adaa marka isku ciyaarahaad laba boqol oo dembi iyo laba boqol oo darajaa lagu dallacsiin lahaa waxaad ku soo urursay boqol baad ka dhigta haddii boqol labaa la hela way mararka qaarkood fa idaa dakhala almasjida masaajidka hadduu galo kaana fi salaati salaad buu ku jiraya xagga ajirka masaajidkii baad soo gashay salaadoon weli la aqiyin baad timid waad sugtood korotay nin salaad ku jiraa la mid tahay xagga xukumka iyo ajirka maa kaanat isalaatu intay salaadu tahay hiya taxbisu mid ruuxa xanibaysa danta aad masaajidka u fadhido hadday tahay jamaacadi aad sugto aad tukatid waxaa la too tahay nin salaadi ku jiro ajir salaad baa kuu socda waalmalaa'ikatu addoommihii ilaahay barakeeyey malaa'igtaana yusalluuna way ammaanayaan way u ducaynayna calaa axadikum midkiin maa daama fii majlisii intuu gurigiisi fadhiyo intuu fadhi cafan booskiisi fadhiyo alladii booskaasoo sallaa fii uu ku tukaday halkii aad ku tukatay intaad fadhidana ducaa kaaga socoto malaa'igta ilaahay istikfaar iyo naxariis iyo raxma alla kuu weydiinaya iyo damidhaaf nabigaa fasiray yaquuluna waxay odhanhayeen malaa'igtaas allaahuma arxamhu alla u naxariiso allaahuma akfir lahu alla u dembidhaaf allaahuma tub calayhi allahu ka tabad aqbal istakfirullahi markuu yidhaahdo ilaahu ka aqbal weeye rabbi ikfir lii khaati'aati haduun allahu ka aqbal maa lam yu'di hadduusan ku dhibin dadka fiihi ay fil majlisi intaad meesha fadhido haddaadan dadka dhibin ducadaasa kuu soconaysa maa lam yu'di fiihi malaa'igta haddaad dhibto oo dee sinjiidaan fiicnayn iyo neef iyo wax noocaas uu kaa yimaadaan ama dadka kula fadhiya muslimiinta aad nimaad lugta ku dhufatay iyo ninaad jaqal ku dhufatay iyo nimaad ku fadhiisataba intaad isrogto aad ka dhigto meesha khasaaraa ka imanaya maa lam yu'di fiihi maa lam yuxdid fii hadayn weysadu ka jabin xadidku waa weyse jab wey maa lam yuxdid fii qol waxay dhaheen hadduusan bidca la iman salaad fiican baad ka baxday waad wardinaysay malaa'igta waa kuu ducaynaysa shirki baaba la timi awliyaa le adeeg baad bilowday maxaa meesha yaalla lagu kala tag xadidka ama kii weyse jabiska ha noqdo ama kii iimaan jabiska ha noqdo
إلا حدث بويسد الجبيئيو من إيمان كبريات جرى متفق عليه. وهذا لفظ مسلم بخاري مسلم باسكور على لفظ عن شيئنا مسلم باسكلب. إذا حديث كان معني سوى عدي وحقرب إمامك إلا الصلاة عملك خير كاي عبادة نيادة على أسافي قاريه ويحكى لك هر عمرك قونوه. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء يادا إلا قربوه ين ليلاده وبالزاي زان لآخريه عن رأيه وحلا من الآخرين أي يخرجه وينهضه وقوف فسيره واسيق سوشي مقدمة إرقى غريب كا وحنقش الحدونة عبارات نفيسات ينصار الدونة بكل إمام كتيبة وقوف فسيره يخرجه سنسارين وينهضه سنهنجرين. عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال يعني النبي محمد باكورنا يا إلهي سبحانه وتعالى حديث وحديث قدسي واتقرنا إزادة 40 قد قصوا برتين عن رسول الله فيما يروي رسولك وكورنا يا عن ربه ربك سبحانه وتبارك خير بناي وتعالى سري قال سبحانه وحيد إن الله كتب الحسنات إن الله إلهي سبحانه وتعالى كتب وقرأ الحسنات حسناتك عملك ونقسم بالديوان كقراء إلهي سبحانه وتعالى ملائكته قدري بان قرئ ساتي والسيئات حمانتني الرب وقرأ وبوك بيكو قرأ انتايدنا. ثم بيّن ذلك كيفية الكتابة العديي رسولك عدينا يا إلهي بان دو الشيغي قاب كي الله قرأ حسناتك قاب كيس الله قرأ حمانتي سيئات ثم بيّن وعدي إلهي يسوبنه ذلك أي كيفية كتابة الحسنات والسيئات. فمن هم روحي همية الدونية الضماعية بحسنة وناك إنو سمعي فلم يعملها أن سمعين كتبها الله رب أقرى تبارك وتعالى عنده أكتيزت حسنة كاملة حسنة ضمي استرنبا القرية ما أنت أو حسد قيست بها همدي همي قاس إلى حسنة القرية هم دوريد آدون صلاة جمعك سوى تكت ولقى مشغولي ولقى نحرك أقبحي وابد هفتي بوقتي سادو هل ليس تلفون باس باتري برياني إذا هل وضوه لهيد بابد أرق تسادو لقب حيبا والقو قرية همي ياس. فمن هم روحي همية بحسنة ونا فلم يعملها أن لئي من عذر درب أكغتكي أما هول كلاقب ستي كتبها الله رب وقرية تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة حسنة أما يستران كي سميي إيا كي ني يستي اسكمرك اجر بين نقي حق حسنه انت حيابك الله سديران دوناي وان هم هدو دونو بها اي بالحسنات بو همي فعملها وليمت كتب الله كتبها الله 10 حسنات الى حقريا طبعا حسن الى 700 ضعف الى 712 بو لبا الى اضعاف كثيره انت رب تضبكون يتضبطكم بو ولا شيء طبعا ربك قري إلى تضبقل تضبقكم تضباتكم وربكم الله بيا وحسنتي كالتغي وأذهمدي ماذا نسمين أجر رميسرا وأذهمدي واتميسي. فمن جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها بعد ليضة ويحكي بضنا هذا إلهي وفضل ربي. وإن همها ضوض هميه بسيئة حماء وسمين فلم يعملها أوسا سمين كتب الله كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. حمان مصا ما يسابات لي حمان مصا ما يسا إلهي درتي بعض وقتكت أجر بالغو قرية وحما حدا بين ما أنت مشيكتا هبلي هبل ورك وضب ويسكو في عين وصام بيسكو مرين ويسكو درتا ما أنت نحو ذلك قوة جساء هولاد كو فكرت وادس كديس إلهي درتي بعض وقتكت أجر بالغو قرية. وإن هم هضوض بها سيئة فعاملها أولي ما ده كتبها الله عنده سيئة واحدة هل دم بالغوق رأي والهم دي كدمنا واثم يسي هل دم بالغوق رأي ولبا دع حديث كلا شكتي مدة للسوق يا ملقى قرية وحال أيركاد وإنت صطوبات كيري وإنت سكان نقد أيركاد حريق مركل لقاع على وقت في دقائق ده وكبها سيقشط يا الوتشي ذي متفق على حديث كان وحديث الاسكو وافقي همي با مش لو شيغا حد كورنا وا ايدين شيغاي خواطرتا وحيابا قلبك كسو دعي اراداتك شن قيبود وي كتابك هو وين يا هبنون ويرين مرك ان احاديث الظلم مرن اسكو ديا وخي مرك فايده كوبان ان فعيس كار دهان ايدين شيغ وحيابا قلبك كسو دعي ادونك لو حسابي يا كان لو حسابينن وا شن قيبود
هاجس إيا خاطر إيا حديث نفسي إيا هم إيا عزم بالله هذا شن تاوي وفير صداد هاجس وصين هذا إيا خاطر إيا حديث النفس إيا هم إيا ميش الغشي إيا عزمي وحديث أبو بكر أرتوس ومرتين هاجس وامحي وإن مسكح هذا وحكو صدعه مركن وقدافه مرق قضاباتي كدب نواز كديسي وحين وقدها فيبا هول خلاص قش ما يلقى في النفس وحن نفط اللقص وطرى قلب هذا ضف سويل هذا وحباق قلوب سويل وحباق قص وضعي وني وحباق قص عذرا وانها فين بالله حال إذا ذا هذا روح شيء كين ليه وحق وحق قص وضعي فكرة وناقصنا ما شيء وناقصنا الشيء كتير تربى أدنى تكت يالله تجرب وما يس كم حال إذا ذا هاجس بقى حال إذا ذا لقو ما يس خيرا لقاك قرم مايو ها دمبنا لقاك قرم مايو متك هاجس بالي هذا ما يكون حاجة خاطر وحي كوكو صور دعي والنفط تكون نقضوي وحي دربا انتو كوكو صور دعي كاما بحي سيدي مركو روكالي وحي كوكو صور دعي وكوكو نفط بلح السعودة وكوكو صور نقنية وكوكو صور انت دونك الله اللي زيبه وصور نقنية وشيك 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 بالي غان نقنية كان محالي هذا ما يلقى في النفس مع الجريان بالي هذا نفط بكو صور دعي ونكون نقنية أنتو ضفي لمسي بودين وأكو صور دعي حقوق كوير نجادة وده حوار يجيا وحبا يقول الله بنا يالله هذا وحبا يقول وراء يجيا سمعت تقارنا وحقوق وراء يمحل إلى هذا خاطر بالله إلى هذا ورز فنان فليا هاجس يا خاطر مع صهارة حديث النفس وحقوق وراء يجيا يا واحد كوف فكر يسمى مصر ما يسمى سوت كده يسا التردد في الفعل يا حديث النفس حديث النفس والتردد في الفعل ما سميسا ما اسكديسا وحا كوغو وريغيا ما كو دقاقدا مسوا اسك دافتا كان محال يدا حديث النفس هبل دل دا وحسي ما ياسين لهدل هلهدلين كوغو سو نوقنيس ما سميسا يا ها سمين هدد كبلتنتو ويلا غدن ادن و ريدين محال يدا حديث النفس سمعيها سمعين بس كبل تنتي رنا أبان الردين رنا كل ما في عنان حديث النفس هاجس خاطر إيوه حديث النفس حرام فانتي وإذا ويدين دنا إذا وين أقص قصر مرجع وايساينا مع إيش هاري همي همي وقتهم مرتين وإن كبل تنتي شيء ما سمعي سام إسكت ديسا أين كوحك بناته سمع مد يسا مصمى يسا باكو كوب كوكون نغ نغدو حانكو حق بدتي سماء هب الحقوق ما أنت مصمى يسا الله لا يسي باكو حق بدتي يلا خير بدانه أحبك ترمي صدق أنت أنا أسمع قبل آخره كهم بالله يلا هذا هم يجو ولا جاء جرسين هذو واحد هم يدوها خير هذو حمانة هانا لقو قرن ما هي دمبي إلى يفضل يسبلو في الصدات شيء هذا هم يده هذو وناقها أجر بالغوقر وذلك صومرته وإن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله كتبها الله عنده حسنة كاملة ما سميسا ما ديسا محاكو حق بدتي سميه ولما غن سمين أجر بالغوقر يهدو حسنية حمام بيهايد ما سميسا ما ديسا الإله سميه إله وقف الرحيم باطل ما أنت حقوق بأنت ولا ما شيء بالكسي دا محاكوقر يا وحبدا بالغوقر معي إلى أتكسى ما ينيس وهذا من فضله ورحمته لأنه ملقي قليبا إلهي أكتسى كالنار قلة ميل والبا وحلبو خير الغود قي صدو شقيسان لا يتصدحوا إليه بار ربين وفذي مع إيسو هري كي قدن بيو عزمي عزمي ومعي عزمي سمائي هالسمائين إيو سيدنا حيوب بذن ميه وقوان أذك وانك الله بشاله هي وقوة العزم والقصد هم يقول وحدير يا هاي هم يقول معوها السمائي ها سمائي نو يكو كل واناك سناتي كل واناك سناتي نات سمائيسو كل حق بندات هذا وام حي واقوان كما الدنبيسات قادات الشيء قاسكا نات سمائيسو عزمي باك هالي عزمي وكو وكلا وكدرية عزمي هذا اللي تما دو معسية ولا تما دو أما حسن ولا لبدو والقرية أعمال القلوب وي
ومن عزم أن يكفر غدا كفر في الحال بين فقد وصم حساوده ومن هم ما يسند فقد وفرسم فقد ومن هم أن يكفر غدا كفر في الحال ما يسند وحاط قو أن ستي إلهي ما قدري إن حمان سميسو ما أنبلت ما حمان تأذ قو أن ستي وضق أخذي وتكسب بحي ويد حمان تقول دقي كورمه ninka caawan digeysto inuu sanaysto ilaahay naga dhowre kadib islaam ba waayay maxad kaleedii ya kuwa dhaqaaqay oo ku soo bixi waayay balaayo qabtadi maxad kaleedii waa loo laana waa azmi go'aan adag weey hammi ma aha dhaqaaq ba kaba waga shaday maxaa dhiman waa wadaad ka dad soo martay idal taqal muslimaan bisayfihima waa nin dhaqaaqay oo ku talagay ninka inuu dilo waan laga libin helay casmigu marka had iyo goor markuu dhaco casmigu waxaa raaca wuxuu ficila raaciya sadarta bi culimadu dhayn al iradatu al jazima ma'a al qudrati al tama tujib al fi'la wada socona hadaad go'aan dhaba qaadato awoodina aad leeda go'aanka aad ku fulinaysay waxa ka dhasha wuxuu fala ka dhalinaya al irada al jazima مع القدره التامه توجب الفعل ما دعي كرتا النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان اد صدب ورميسنت حق ان اد اود ان اد راعد او هيلس او تاغيرتو فرنا ادن دقاجن مسوره قلبا مسوره قلما سوره قلما مر هداد قوان ادق قادته وحون اودنا اليده فلكات كو هرغليسو وحون فليد الله يمنيس هبنا ده يراده waati uu soo sameeyay ninkii la dilay maqtuulka aha ee seef go'aan buu qaatay ninka inuu dilo seef la soo qamaamay waa laga horreeyay maxaa agtiisa yaalay iradatun jazima wa qudratun tamma fa ata bil fi'li idan waan isla faana haajis khaatir hadithu nafs hammiyo azmi ashiga soo xogay inaa ilo tahay وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنت أنا كنت مركز صدح ظهوري لبض ظهوري عفوا صدح ظهور ريسو هاجس يا خاطر يا حديث النفس لا سيئة ولا حسن لقوق بن ماي صدح ظهوري هاجس يا خاطر كي حديث النفس من الله ما يست إلهي أمتي دو حقوق دافي ما وسوست به أنفسها حديث النفس ما لم تعمل أو تتكلم به حديث النفس هذه اللي قوله دافي وحام من باب أولى اللي قوله دافه خاطر يها جسبة طيب وحصور يهمي حديث كوشة تفصيل كيس أما عزمي وكل فعلي خير يا شرب واللقو قبن همي قونا وحي خير اللقو قبن وحي شرعنا لقو قبن ما إلى آت ما يسو وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعلى الناس وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مقلا يقول له انطلق ثلاثة نفر صدح نفر صدح قف صدح شخصي صدح دول دول بدان صمالدي انطلق ثلاثة نفر صدح دول با إسرائي ومن من كان قبلكم ددك دين كهر رئير ابن إسرائيل ها ويدقى ويسفرير ويسهاميين حتى آواهم إلى أغضمي المبيت أي البيتوتتو حقين عاوى برنابا لي ماشاء الله بريا بيتو تلي ما بيت الليل هذا حتى آواهم المبيت إلى بري يا ماشي بريا أي كوكا سبت أما يكسو هيا ذين إلى غار قد إلى غار قد رواية عند البخاري وغيره فدخلوا في غار في جبل قد بي قالين قو كو كو له فدخلوه قد كي بي قالين روبا قبطي ومكر واكا عضيسي مركو قب آس كلمة بالي روبنا وايمد وحيدا هذا عيد كم قاعدنا حقنا عاود جرسنا أم برينا أنت أم بهالله نبوبين بيل قد يكو حارة فدخلوا قد كي قالت فانحدر وحصو إلى أم ولطي صخرة رجح بعد السوفكي من الجبل رواية من أعلى الجبل قوي ماش أسر رئيسي بعد رجح وين كصوف كذا إلى بصوت دري قد كي قالنا يجرسنا نقول يا كدكتن يافس كغشف
صخرة نجح من الجبل فسدت وهي أودي عليهم على جماعة الغارة قد كي أي قلين يا كهفي يا مغارة بأفكا شفت رواية فعالجوها فلم يستطيعوها فعالجوها وحسود هنا إسكر نقاشية وإسكر رقان ونقاشين وايد كدب بإلهي مركاز مركورا دي أود بإلهي قليل وحيدا وحن ورح صوفة كضي أنه إسكر قادنا رقب الله إن قادة قاية رقه هوش ما كيسور دمات وإن رقع ربي قول الله بركة الله بريوي طيب فقالوا وحيدا إنه وري شأني قصده وحيدا وحالكم بيشي يال لا ينجيكم إذا بدباد مايو من هذه الصخرة الباب كان رقعها إلا أن تدعو الله إلهنا الضبريدان مويه إلهنا الضبريدان مويه وحكروا ما أنت إذن بدبال المجر محي أوده ويسود مات ويسكود ضيئ ودقاتشون ويدقح محا كبر يسار بصالح أعمالكم عمل كين كيسي وناكسان نوال بعمل كيسي صبنا إله كبر يو رواية إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق إلا الصدق رم إنا تشكتا إلا ما وقت مر بعض كده ينين عجب قوى عمل صاح لي ما دو عجب قوى كده جيسا إلهي إلهي أذول سوكتي إنا طاي حمان فلو بلا يقبع خائنة لقى الروع هوري اللي يري مثال كم نوتش إتر اسمه بوما نقوني سمع له ضغط في عم بيلو عيد إن مثال كم كلا أساسي اللي تشيح أيوه روح عن ولي جيزني السنين وإنه تشيح هديك عليه قم في ذو كتشا حيا ماشا يا سقاب اسكت لك بعدين طب وانا فشل ميسا ويحكو قرصونا بها فشل انت بالمركة هذه رقو ايوه بلا يقابني مدي قبئيو مد سورد اللي يريس كيقب بدين بلورن ترمي هوانك انت بدن هوانك مركة تصبح وين يرتو كذي حقه روبا طيب علي يجري مولع النوتشي حمك تولين كل تشوف إسلام لتهمة يا إني هولها كفي عن طيب أهل خير تالا يريه بلاي ريرتي مساعد الآن وي بل إنتان نو أستامي كده أنك قضان دوني قم في دبي قاد دالا يريه مركي قدوات يا إنتي تورت اسمه بي بل وطاوش إني هذا الكلاب بحيان بلغي يا صبالي ببوك وبيس كسب يستان أيوه حكمة كالي بي وحسبي لب ملا وذا دهان سيفي عمي وضهالي وحالي وركوا صورة ماضي وحان رون كأهين وين بدبال مجرد وفي رواية فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه هذا مدول بإلهي كبر عملك أوهبه إلهي درت إنه أوليب إلهي بقى وافتيب الله بتركوه ضميشة وحي كالدونان بالله فقال رجل منهم صدح إنه كم يدعو حويل اللهم كان لي أبوان إلهي يو لبا والد بان لها شيخاني وإي الله كبيراني وأوي وكنت وحانا رقا أهانا لا أغبق من عانا اللسن عانها هبينك يفيدك العباء غبوق اللي هذا الغبوق مثل كانوا عانا اللسن بانها قبلهم ما لبدأ وايد هرطو أهلا عرور يحاس يولا مالا أضوما با أضونا عانا مس ينشرين هذا يحول أضونا يشرين عانا اللسن يلا تركوبة قدر إلا مالك وحضون نغان كراي يعني مركن حولها صور دي المو عدا لماله نافك أهر يهي أبا لسجريبون فنا أبي وحائل الدرة فنا أي بعدة فنا أبي وحائل الدرة مال ما هكمله طلب الشجر الصهن كأن حوله أم الدية أسهمني يوما مال ما هكمله فلم أريح أريحنا والله أغريا فلم أريح أمصر لمنكم أمصر نقول عليه مع الوالدين لبدي والد حتى أن ما إلى جمع إيه هبين بوم مريد جيل كفر قاضي وحوله مشوف فيها لف قاتي حلا ذنب يمد قيل يقول لي سي حوله فحلبت لهما وحان لي سي غبوقهما عانهودي اي كعد قيل لها يين فوجدتهما وحان هلي نائما ايغو هرده ويسوق وير وبس كسخدم فكرت وحان كوصدي بلو نينكا سي قيمها بدن ان اوقدهما ان ان توسيو وان كهدي وحان كلون كود وان اغبق ان ان عان لي سو قبلهما هرتود اهلا او مالا هويدي ابهي او باهن او غاجيسن ان عرورتي وحسينا وان كخشودي إن أنتو سينا واكو دعيواي نمباري وواها فلبستوا النقاذي والقدح رواية قرقض والحلاب ديلك وحلقوا لسا حولا لقول لسا حلاب إيوه محلب بوالي هذا والقدح والكين على يدي قعمي وساري هاشي بوصول لسي
guriga aabihii hooyadu soo aaday waba hordaanba waladu istaagay wuxuu sidii hadaas ma jirto amay toosaanba iska sug antadur anoo koranaya istiqaadahuma inay baraarugaan xataa bariqa alfajru ilaa waagudilaacay ninka awoodi karo waa kuma ruya baaday sicdaa soo dahay caanaha caruurta sii islaantaba ka farxalam dadugu xariif iska dhigi lahayd wad xoogow istaabiibi lahayd islaantaban kugu simaynin xataa bariqa alfajru ilaa waagudilaacay wasibyatu caruurta yaryaraydna yatadaaqawna ay ooyayaan oo baroranayaan cinda qadamaya gumadahayga abuu caanaha nasiim cadoo la daagan tahay hooyo abuu way jiifaa caruurtii baa ku dhagan idan wuxuu arkaa isagu asal iyo farac weeye caruurtu waa farac yimid usuushina waa aabihii hooyadii asalka oo baahan ilma waxa la siin mayo aaminsan yahay waa baari nin baari uu ahaa idan wuxuu nabigu nooga qisaynaya qisadu waxaa weeye maaha in waqtiga laysku dhaafiyo madadaala mehe waa maxay murti inaad ka qaataa la rabaa oo lagu dhaqmo qisada fastayqada way baraarugeen markuu waagu baryey fashariba way dhameen qabuuqahuma caanahooda liskoodii bay dhameen wuxuu yidhi marka wadaadka allahuma in kunta cafu allahuma in kunta allahu haddaan ahay facaltu daalika arrinkaa mid sameeyey habeenka ibtiqaa'a wejiga adiga darta iyo wejigaada fafarij canna allow naga fayd maa naxnu fii waxaanu ku jirro oo mushkilo iyo dhib ah oo min hadii sakhrati dhagaxa nagu fadhiistay eena awday ah allow naga fayd riwaaya kale xadiku uu leeyahay fafruj canna furjatan nara minha asamaa yuu ku baryay ilaahay wuxuu yihi ilaahayow waa damugdaamug waxaan aragna ma jiro ilaahu bal iftiin wuxuun aan ka aragno siba sibay dhaan tahay ilaah wuxuu noo bixriri bu waxaan iftiin aan cirka ka aragno fanfarajat way qaadantay way leexatay shay-an wax yar fanfarajat asakhratu shay-an wax yar bay ka wacatay afkii gudka laa yastatiicuuna aysan awoodaynin alkhuruuja minhu inay ka baxaan in yaroo cirka ka arkaan waa nafis oxygiin baaba kaaga soo geli hawa niyaaba ku geli intaas rajaaba ku gelaysa ninkaasi birulwaalidayn oo lama filaan ah oo lama sameeyay adag tahay ayuu ilaahay ku baryey wuxuu ilaah wadan hooyaday iyo aabbahay sidaa ugu dadaali jiray adiga dartaan hawtaan u sameeyey dankan aanan ka lahayn ilaahu maanta mushkil haysatan kurbada naga fayd waa laga fayday qaala laakhar ninkii labaad muxuu yihi kii labaad allahuma innahu kaana li ibnatu cammin buuri innahu kaana li ibnatu cammin ilaahu waxaan lahaan jiray buuri gabadhaan ilmaad yarnahay kaanad gabadha waxay ahayd axaba annaasi ilay dadka ruuxaan ugu jeclahay bay ahayd wa fii riwaayatin xadiidka riwaayadkiisa waxaa ku jira mid ka mid a kuntu waxaan ahaa uxibbuha mid jeceylka ashaddi maa yuxibu rijaalu nisaa'a gabadha waxaan u jeclaa inta lab uu dhadig jeclaado baan jeclaa bu aad baan u jeclaa bu ilmaad yarna waa ahayeen kuntu uxibuha ka ashaddi maa sida ugu daran ay yuxibu rijaal rag u jeclaadaan annisaa'a dumarka fa aradtuha hadde waaficnayd hadde gadaal buu ka hadleeyey gabadha ilmaad yarna hadde aadna u jeclaa hadde mufaraha ka qaado shaydaan baa yaa ku soo yaa markaa hadde ka ayaa hawshaasi ku riixay fa aradtuha waxaan ka doonay calaa nafsaa nafteedii macsiyaan ka doonay buuri macsiyo gabadha ayada ahayd famtanacad minii waa iskukiiday diiday xataa alammad ilaa ay qaniintay bihaa gabadhii sanatun abaar oo minasna abaaraha ka mid a almulima hiya annaazilatu min addahri abaarta xun ee lafajabiska ah ee gobonimada kaa qaada ee soomaalidu magacyaha u bixiyaa abaartii bakayla qalad ka maqasheen idinku bakayla qalad iyo sagaar mijs iyo hawlay u bixiyaa bakayla eri mi ahayd yaxyaa joogaar mayn hayaa isaga weydiiy ayib famtanacad mar minni way isku kay diiday buuri xataa alammad ilaa ay gabadhii qabsatoy ku dhacday biha ayadi sanatun abaar oo minasi abaaraha ka mid a fajaa'atna wa iti waa inaad eerkeed haddii faactaytuha waxaan siiyey gabadhii cishriina wa mi'ata dinaari boqol iyo labaatan dinaar oo dahabaan siiyey bishart calaa an tukhalliya inay ka wareegto bayni aniga iyo wabayna nafsaa isku kay dhiibto oon macsiyadii ogolaata hadda kore idiid fa facalad way yeeshee haddi waa dhiban tahay meelay ku noqoto ma laha xataa idaa qadartu calayha markaan awooday inaan ka macsiyaysto wa fii riwaaya falamaa qacadtu markaan fadhiistay bayna rijal labada lugo dhexdood aan fadhiistay qaalad waxay tiri gabadh ittaqillaa ilaahay ka cabso walaa tafudda ha burburinin alkhaatama meesha ningaxanee rabbi xidhay oo bikaaradii ah ilaa bixaqihi xaqiisi bannaanaa mooyee meher iyo guur iyo xalaal mooyee macsiyaha ku marin bay tirniyo
inaan baahanayn iga faa'iideysan. Waa meel adag. Fansaraftu canha waan ka noqday buuri. Meel aan ragga iska majiiri karin buu iska majiiray. Suma aragtaa? Hawl sahlan ma aha. Gabadhaad aad u jeclaydood intaasoo sano loodinaysay markaad meeshii nin fadhiisan jiray fadhiisatay islaam. Xubinka taranka baan kaa dhagaysanayn islaam. Maxaad ku qoslaysaa? Soo dhab maaha. Asaga baan kaa yeelay. Nin iimaan buuxiyey oo alla ku xidhan baa markaasoo kale isma jiira. Sheekhan sheekhyadii noo akhriyay manaajka ka mid ah Allah yarxamu wuxuu inooga sheegay waa laba nooc ilmo adeera isku dhacay, labadu culumay ahaayeen. Midba wuxuu go'aansaday habeen inuu midka kale dilo. Dayrii bay ku dagaalameen, way is afuufeen, way is asmeeyeen, way ismari waayeen. Marka dan waxay tagtay asma dhaaftay, waa in eebo la isula baxo. Midkii kaloo habeen ardaa jiifu kii kala soo gaaday, dadka kala seexdeen, bilaaw soo soo fiistay, wala soo dul istaagay. Bartaa wadnaha markuu kaga beegay, yaa waxa igu soo dhacday buu yiri, "Uma yaqtuluna mutacammidan." Toorida baa ka dhacday, inuu hayo inaan haya igu dambeysay buu yiri. Markay dhacday, Ilaahay wadnihii baa uga duwayo, meeshaan bowdida hoose ah, yay ka qotansatay. Intaa fiiday la gashay iska dhacday, uu booday ninku iska laaftay. Yaani markaad wixii aad haleysay 10 sano aad gacanta ku dhigto inaad ka laabato kala fariiso waxaa keena iimaan xoog badan. Ilaahay iimaanka xoog badan ugu irsaaqo asaga awood leh. Fan saraftu ana waan ka gadoomi buri anha gabadhi wahiya ahabu naasi dad ka mid lagu jecel yahay ay tahay ilaa aniga xaqayga. Wa taraktu dhahaba 120 dinaarna waan uga tagay alladhi dhahabka soo qaadayto aan sii. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika allahu arrinka hadaan u yeelay ibtigaa wajhika adiga darta fafruj anna ma nahnu fi waxaan ku jiray mushkila iyo aafa iyo dhibaato allahu naga fi fanfarajat as-sakhratu dhagaxiba hadana durkay wa hadana waa dhaqaaqay ghayra laakin annahum la yastati'una al-khuruja minha inay ka baxaan wali ma awooda wali ma awooda riwaya fi muslim wa inda al-bukhari aydan ففرج عنهم الثلثين صدح ميلود لبا ايا لغا فيد ثلث صدح ميلود دولول وحا فيد بر الوالدين دولول كلابادنا وحا فيد الكف عن الشهوات عند المقدره شهوات كين لغا استاغا ماركا غانتا كو دغتو ولما شهوات اوغو دريد وي وشهوه الفرجه مد اوغو ادق بر الوالدين يا الكف عن الشهوات عند القدره عليها ثلث بين ودما وقال الثالث كي صدح حضور نكن اوغو درن من صدخودوبا صدخو من نكن اوغو درن اللهم استاجرت الله وحان كريستي بهد كور سو كريستي وجرا قوس اما شقاله واعطيت وانسي اجر اجرهم مشقايت دودي مشاركود ان كو هشيناي وانسي جورناتي كود وانسي غير رجل واحد هل مويه كاسو ترك كتغي الذي خرجكي مشاركي جورناتي له اسو لها oo wadahaba dhaqaaqay riwaay kale cadeysay oo uu carooday ninkaasi waxaan kula heshiyay riwaayada muslim baa tii bukhari waa cadeeyeen iyo ahmed ba waxay wuxuu kula heshiyay hal farq hal suus oo bariisa ama masaga galay ah ayaan ku siinayaa hawshan ii qabow yiri waa lagu heshiyay hawsha markuu qabtay iyo wuxuu waaka suuskaadi dahabka ee masagada dhabsi uu firmo waxaan aan qaadanahay waxaan uu salugay buu qurs war hadii soo neeku heshin meeshan ii xaq gurigaana ii dhis kiish bariisa ama lor masagaan ku siinaya haye hawsh ma qabat dab ninka uu bas iska tagay ba maanta dhamaan diidi aanad igu soo ordaysaa xambool iyo galay wax la garan waay iska dhaqaa u ba xaraaqay iska tag fa thamartu wan urrogay waanu maal galiya tathmiirku waa inaad shaygu kordhiso kubciso fa thamartu waxaan ka gadisleeyay buuda ajrahu kharashkiisi iyo mushaarkiisi xataa kathurat ilaa ay badatay minhum min ajrihi al amwaal xoolo fara badan riwaay kale cadeysay masagadi ayada ahayd muxuu ku sameeyay masagadi buu beeray dhul buu qarday beer fursad ninka wanaagis loorki masagada ahay ninka uu ka xanaaqay intuu qaaday buu beeray beerti baa baxday wuu ilaaliyey masagadii baa bislaatay wuu gooyey bakaar baa ku shubay
suuqii buu geeyey, lo iyo adhi buu ka iibiyey. Lo'dii adhi wuu ka iibiyey, wuu wadwaday, qowsaaruhu addoommuu soo gaday. Addoommii buu xoolahan dhaqa. Addoommihii oo dhaqahaya lo carrakawaa iyo adhi karawaa ninka yimid xilli abaaro ku soo dhacday. Markaad moogta abaaro ku soo cayriso, waa ninkaad sumuni ku lahayd, waa daba istaagaysaa. Wuxuu yidhi hadda ka hor loorkii aad ka soo xanaaqday bal raadso ninkii uu yimid. Qisadu sidaasay ahay. Idan ninku wuxuu sameeyey wax bini aadan samayn kara ma aha xagga ammaanada. Wuxuu yidhi xataa fajaa'anii waa ii yimid bacda xiinin zaman kadib buu ii yimid. Faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah, magaciisi ma yaqaan, haddii nin waa u shaqeys maxaad ka garan, yaa cabdallah adoonkii ilaahayow adilii ajri loorkii aan ka xanaaqay isii bir hadda adilii ii gudo ajri mushaarka adoo kore aan ka cadhoon jiray. فقلت محالي كل ما ترى من أجرك كل ما ترى من الماشية من الأبقار والأغنام والإبل إيا أضومها الرعي قوسرا لتشوكبا من أجرك مشارك واغات كحنا ضيكا هذين قاضوا يجد من الإبل قيلة والبقر اللؤة والغنم أريا والرقيق أضومها. فقال وحولي يا عبد الله أضومك إله يو لا تستأذي بي ولا يوجد شسم نوي عارتا دي قد يسو بضرك ما يسيسي وحن رعي أربواركا. Haddii nin hadda ku saluugay loor, markaad saluugtana wax kuugu dari waayo, wuxuu isleeyahay neef adhiga ka heli maysid amaad maanta un ka heshaa badarkaadii masagadaadi. Faqaala yaa cabdallaahi laa tastaasi bi, haygu jeesha ciyaartintaad iga dayso, waqti ma hayeed, abaar baa iwadee isii xogoygii badarkaygii. Faqultu waxaan ihi laa astahzu bi, kuguma jeesheysayo, ciyaar ma aha. Fa akhadahu kullahu waa qaatay, asagaaba ka daranba, asagoo labtigu nin fiican ma aygan waxba kama tegid. Faakhadahu kulla, dhammaantii waa qaatay. Fastaaqa waa kaxaystay. Falam yatruk, muusan ka tegin minhum min almaali walajri shay, waxba kamuusan tegin. Riwaayo kale waxay ahayd walow shi'tu lam nucutihi lalfaraq, sax ma tamisa maa. Wuxuu yidhi ilaahay hadaan doono suuskiisu maan siin lahaa xaq ahaan. Nin baad leeshiisay waxaad ku leeshiisa inuu kun shilin kugu qabta hawl, markuu hawsha dhameeyo kunka usoo taagtay, wuu salugu uu ka cadhooday, wuu iska tegay. Kunkii baad abaaxad ugu ridda ama koomad u dhigtay, toban sano kadib buu yimid, muxuu kugu leh? Kunkii unbuu kugu leh. Wuxuu yidhi ilaahay hadaan doono ninka maxaan siin lahaa suuskiisi, adhigana iyo lo'dan iyo geeli waxaan iyo adoomana ayaa iska leh, anaa shaqeeyey, waa xoogayga dhiidkii, qabso suuskaadi. Muusan yeeli wuxuu dhan buskugu daray walow shi'tu lam ucutihi lalfaraq. Gobonnimaa ku dhammaatay ninkan loo shaqeeyey. Wuxuu yidhi allahuma in kuntu facaltu dalika, allow arrinka haddaan u sameeyey ibtiqaa'a wajhika, wajigaada doonidii, yacni alla darti in adiga wax kaa helo, ajraan kaa helo, aakhara badbaado, naar ka badbaado, fafruj cannaa maa naxnu fiihi, allow naga fayd waxaan ku jiro dhibaata. Fanfarajat assakhratu, dhagaxii baa weecdo meeshii ka dhaqaaqay. Fakharajuu, waa baxeen, yamshuuna, ayagoo soconaya, kulligood kulligood meeshii bay ka baxeen. Idan meesha maxaa ku kulmay saddex camal oo ilaahay loogu dhawado waaweyn baa meesha yaalla. Saddexdaa camal, midka u horeeya iyo midka labaad iyo midka saddexaad, aniga waxaa ila qiimo badan midka u dambeeya ila daran. Ninku inuu salaad tukado waa sahlan tahay, inuu qur-aan babiyo waa sahlan tahay, shanta waqti inuu jamaaca ku tukado weliba toban kilomitr uu ka soo yimaado waa u sahlan tahay. Laakiin ammaanada xuquuqunnaas in la iska ilaaliyo, nin nin ka tegay baa awooda. Kuwa Soomaalida ee jooga waddanka waraysta, dhexgala suuqa warkiisa keena, nimaad leedahay Soomaali ninka ugu qiimo badan weeye, yaa boqol shilin markayna dhex marto caloosha ku kala goynaya, fariisu kala xadaya, ammaana ma laha, run ma sheegayo, xoolihiisi xoolo bani aadam ma kala yaqaano. Xaqunnaas in siduu yahay loo guto waxaana lagu daro waxa awooda. Nin nin ka tegay, nin ninka tegay baa awooda. Saa darteed inay taa u khayr badan tahay waxaa tusaya nabiga waxaa ka sugan markuu xadiidkan sheegay, wuxuu yidhi man istataaca minkum an yakuuna mila saaxibi lfaraqi falyakun milahu. Nabigu meesha qabl u fiirsada hadda, ninka awooda inuu noqdo ninkii suuskoo kale ha noqdo. Birulwaalidiin rag badan baa awooda, macaasida rag badan baa iska ilaalin karo shahawaadka badaniga ah, laakiin he xaqunnaas, xaqunnaas adaa lamaana weliba besa maaha, maxaa la socda
ممن لا يخاف ولا يرجى منه شيء. حق الناس كآذن ولي بالروح حقي سآذن كعب سنين وضن آذن كلا هاي وحوك يلي كرين الروح تكحير أوسن ترين ما حد قصة ماي. حق الناس كآذن كسكلا كير عب سنين ولي قوات كيالي وربلا يقبيه وحيس مالي قد بالله. لكن قوسر قل خوفي قيام كوحا قيام عوس كوتشري أسوس كسكحناق رام بقوس سكتك بالله. أدو أمانة من لا يخشى ولا يرجى منه شيء ومد قدرا ساس النبي ويري نينك أود إنه نغ مثل صاحب الفرق فليكن مثله مد أذمرك هذا الله سكج إلالي أعماش شت الله صدق هذا وحوي أدو الأمانة وحقوق الناس عند خاصة ممن لا يخاف ولا يرجى منه شيء هي بر الوالدين يكف النفس عن شهوة الجماع عند المقدرة صدق هذا معناه ووي إلهي أقول تواصله وإلهي درت أولي ما در ربنا وكف يدي قصة عجيبة أي حديث كان مركو شرحي الوزير ابن هبير الحنبلي الإمام إيو الشابي نين عالم وإمامة ولورنج محمد بن يحيى أياتشري واسق الشيخ يساء أسوم الدولة ضم بمركة وزير أها ابن هبير صاحب الإفصاح عن معاني الصحابة قرنيس وحوري وحاد عي برف بعد عي يقبو درهم ولي إيمان باكد عي بغداد وأنا سكسي حليب أنو سقوا وزير وحوشدن قصرك وحكشة انت صغير جرا انت صدبا كبع عاية كادوي أنا هردو خورنا يوم بال التوسيبول صار متوسينا وحي توسيم آخر صار متوس قلبي وحلوس وطوري دب يوحو كلاح بل شيخ هذا عاو قدر أضون أضومي ذا كميدو إلى سيحن جرا الورياء إستاقو جرجرها وين دب كنت أتقاطه قرقي الشيخ محمد ابن يحيى سمقر ها توش نقاضه يفتين هكوفن روب كان اسك الهالي اوغي وكي قاضي اسق لبا دونا كلا اسراعي البابك غراعي وي فورن وداادكي او نفتو اني كبخدو قركه او سارن يا لوغي و خو كلا خيلها اسق ودادي سي نفتي با سو غش مالما اسك جوغنا و ما صدح بريكدي بان مسجد كي وين اسكو نيمت شيخ با اي وراني وري هبن اوي أسوق برف ودعها هيو، أم بانتان هذا هذا إسلام توح كده يبو، مركز هذا نقب يسند، دحين تيلو أورنجري، أم باصوف فقط، بستفي عنا ما نهيسند، أنا وسياسيني، روح المال نتوصي هذا سياسيني، أم بعد جرجر وين كان تيبو، وطبقة، هبين كإلهي بنوكا ببادي بن الشيخ ابن خبيرو، نروح قال كل هاي، ولي جاي أنت النولا، إذا تبقى مجني وذات كسبوري. وحن أطرنا مجرين نين أن شيخون شعلا يبو اسكا اسكا وإيشاني محاد ثمي ساعد بشيخو مركي النفط يقبط وقري وحي يالودان عالنا ديقي واي وان حتى كعي ويني ايا انتان سجود إلهي بريبور وان يبو إله وقبوه عاوها إيدلين إله وقبوه عاوها إيدلين ابن غير وحور مركو شيخو سيدا يلي دعا دي سباني وانا يقرفته ورد إيدي ديبور كدبنا قرقر أنا ولي وقعي إنه ضبعة أيان لقى ما يبوري ضبال لمد كيغا انت محانو قران وايبوري ولعل دعوة الشيخي أصابتني بوري يعني أدونكم مركو حالات خطرة قالوا وينو إلهي سكو ديبو عمل وناكسونو إخلاص أنا وإلهي كبر يو لكن هذا محكو قرصون بچيرين هو شادو بأي قلبان تاي مركا هالكا لبودكو قعما فرحار لم يتاقي صادر تسلق وحيدا لابد للرجل أن تكون له خبيئة عمل صالحة وإلى درت أسمي وأقرصون روح وإنه له وإن صاحب هذا أغين وإن هو يدا أغين وإن والد أغين وإن حاس أغين وإن ويل كذا أغين ومركي حالتك قبصت أتك بحصته تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هذا سيدة تهدنا دعاء إلى الغمق صاريه هلا بذي والله سبحانه وتعالى عالم.